مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وشباب وآراء. وكالمعتاد دائما مع الشباب ومن الشباب وإليهم، نتكلم دائما عن آرائهم، مقترحاتهم، مشكلاتهم، وعايشين إزاي وبيعملوا إيه. ومعانا دلوقتي دكتور إنجي عبد الستار محمد، صيدلانية، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ومعانا كمان المهندس وليد محمود فهمي، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. شباب خريج حديث يتطلع للمستقبل، يا رب يا رب، بأمل إن شاء الله ورغبة في تغيير نفسنا واللي حوالينا وبلدنا كلها للأفضل بمشيئة الله. فلو بدأنا دكتور إنجي وقلنا نبتدي منين الحكاية، بعد التخرج ولا قبل التخرج؟ نبتدي من بعد التخرج، لان الواحد بيكتشف ان هو كان بسبب نظام التعليم وبسبب اللي هو الضغط اللي احنا بنمارسه او يعني اهلينا بتمارسه علينا، في كليه صعبه. كليه صعبه بالظبط. فالواحد بيحس ان هو في حاجات تانية، في مواهب الواحد لازم ينميها، في شيء الواحد لازم يكون بيعمله غير الدراسه، غير المذاكره كده يعني، وغير البحث عن العمل. بالظبط، اكيد ده اهم حاجه. لقيتي مكان تبتدي منه وانت اللي دورتي عليه، ولا لقيتي الفرصه متاحه قدامك؟ ما لقيتش الفرصه متاحه قدامي، لكن يعني الحمد لله ربنا بعتها لي عن طريق يعني اصدقاء نصحوني بحاجه كانت اسمها كامب الوان، كامب منظمه الوان. كامب الوان ورش، بنسافر بنقعد 4 ايام في كامب، بنحاول ان احنا نشتغل في ورش ونطلع منتج في الاخر. بنقدم، كل ورشه بتقدم اللي هي اتدربت عليه في خلال الاربع ايام دول. كانت تجربة جميلة جدا، اتعرفنا على ناس، والواحد اتخرج بقى فعلا من جو بقى المذاكرة والبحث عن العمل وكل المشاكل ديت، ويعني شباب بأفكار مختلفة، آراء مختلفة، كل ده بيجتمع بس في ان هو بيدور على موهبة، بيدور ان هو ينمي حاجة يعني. هنكمل معاكي يا دكتور إنجي، ولكن بعد باشمهندس وليد ما يقول لنا برضو نبدأ منين، برضو بعد التخرج ولا قبله بمراحل؟ لا، هو يبقى قبله افضل طبعا. اعتقد ان الحاضر بتاع الانسان او بدايته هي افضل من ما اتكلم بعد كده كان ايه، لان هي انت لما بتبدا على حاجه بعد كده بتبدا تكمل عليها، او بعد كده تبدا تشوف الجديد اللي انت وصلت له ايه، او حتى لو ما كملتش فهي في حد ذاتها خبره. بالظبط، يعني مجرد ان انا ابحث انا عايز ايه وابدا مبكرا، دي بتبقى في حد ذاتها خبره جميله. يعني انا افتكر اول بدايه ليا كانت عندي 6 سنين تقريبا، ما شاء الله. كنت في المدرسه، كان عايزين طفل يقول شعر ويلقي وكده، فاستاذ من الاساتذه بتوعتي اختارني وقال لي انت هتحفظ القصيده دي وتطلع تقولها قدام المحافظ. قلت له اوكي ماشي، انا ما عنديش اي مشاكل. طبعا كنت لسه صغير مش معرفش، فضلت اتدرب عليها وفضلت اقولها اكتر من مره. بعد كده طلعت وبدا، كان اول يوم يعني تخيلي طفل عنده 6 سنين يقف قدام جمهور، يعني طبعا هو لا يدرك الحجم المسؤوليه اللي تقع عليه، بس وده طبعا احلى ما فيها. بالزبط. لان هي جرأة فطريه، انت بتحس ان مش خايف، فمش همك اي حاجه، ودي احلى ما في الطفوله، بتحس ان انت ما عندكش ضغوط. يعني انت وانت صغير ما بتحسش ان انت ضغوط، يعني مش خايف من حاجه، يعني سواء غلطت او ما غلطتش، سواء قلت صح او غلط، انت حد تاني هيتشد. بالظبط، يعني انت بالنسبه لك الموضوع كان سلس والموضوع كان بسيط، غير لما انت كبير. يعني انت في التكبير بقى خايف بقى من منظرك ومنظر قدام الناس والكلام ده كله، قدامك شكليات كده لازم تحافظ عليها. بس فكانت البدايه. بعد كده طبعا انتقلت لمكاتب مختلفه. كان فاكر القصيده دي باشمهندس وليد؟ لا، دي كانت نشيد في المدرسه، بس حاليا ما تذكروش قوي. يعني ده كلام من يمكن عدى عليه 10 سنين 15 سنه، يعني كلام قديم جدا يعني. بس يعني اللي اثر اكتر، اللي كان اكثر بقى ونمى ده كله، ان انا انتقلت لاكتر من مكتبه، يعني المكاتب اللي هي كان زمان مهرجان القراءة للجميع والكلام دوت. مش زمان قوي يعني، الموضوع كله كان من 3 سنين الحقيقه. لا يعني انا لما دخلت المكاتب دي كنت كان سني 8 سنين و9 سنين، وكان يعني كان لسه بدايه، كنت طفل يعني. فهو بعد كده لما دخلت المكاتب دي لقيت فيها تنميه، ولقيت فيها نادي ادب، لقيت فيها الكلام ده لسه مستمر. اسمح لي معلش المقاطعه باشمهندس وليد، الكلام ده المكتبات دي لسه مستمره وشغاله هو بنفس لسه النظام مستمرة، ولكن بعد الثوره العدد قل شويه. ده اللي انا بقوله، ان من 3 سنين
يعني بدأت الدنيا يعني انا فضلت في النادي دوت لحد ما كبرت وبقيت انا رئيس النادي على جميل. مستوى العريش، على مستوى العريش كلها، ان انا امسك انا رئاسة النادي، فده شيء كويس اللي هو ونقي نادي أدب ادب الطفل، الطفل. رئيس مجلس ادب الطفل في العريش. فدوت خلاني يعني ان انا وجودي في النادي انا كبرت فيه ونشأت فيه، وبعد كده بقيت انا رئيس النادي وبقى عندي اطفال انا اللي بدربهم. بدأ انا كنت متدرب زمان وانا صغير، بقيت انا دلوقتي اللي انا بدرب الاطفال دي. جميل. ورغم كده ان انا ساعات كتير جدا الواحد بيتعلم، يعني انا ممكن اسمع من طفل ممكن يكون عنده 10 سنين حاجه انا ممكن تضيف لي انا شخصيا انا ما عنديش المعلومه دي، او مثلا كلمه جديده عليا. وبالظبط انت اختلاف ما يفتكرش، يعني الفكره نفسها ان انت صغير وكبير احنا كلنا بنتعلم، فاهم؟ يعني انا بكتب شعر او بكتب قصه او بكتب اي نمط من الشعر، ممكن الاقي حد يطلع لي بفكره معينه انا ما تكونش عندي، او تكون انا مش عندي المجال ده او مش بفكر فيه. الحقيقه اهم من ده كله يا باشمهندس وليد ان انت بتفتح لهم الباب والفرصه انهم يقولوا اللي عندهم بالظبط، سواء حلو او وحش، يعبروا عن نفسهم لغايه ما يدوروا ويلاقوا في فتره مبكره الاتجاه الصحيح اللي ينموا فيه مواهبهم ورغباتهم اللي بتبقى ساعات بسيطه جدا وبتعمل في الاخر نتائج جميله جدا. اكيد طبعا. دكتور انجي، مش عيب ان احنا بدأنا متأخرين، لان بالضبط. اكيد اللي فات برضو كان في نوع من الـ 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 الاصرار على مثلا ان انا على الجانب العلمي، وده في حد أكيد. ذاته أكيد. يعني خبرة جميلة نرجو ان يتم الاستفادة بيها أكيد. لاقصى مدى بمشيئة الله. وزي برضو ما كان وليد قال، هو المشكلة فعلا بتبقى بتنشأ عندنا من ايام الثانوي، السنة كل الضغوط، لكن قبل كده بيبقى كان في عندنا مدرسين بالعكس بيشجعونا على الشعر والموسيقى في المدرسة، كان بتبقى الدنيا ماشية برضو بالتوازي. لكن هي الثانوي بقى والكلية وخلاص ضغط الشغل، فهي بتبدأ ايه كلها كده الدنيا تخش. بس يعني بنحاول اكيد نغير الفكر ان احنا نعمل موضوع الورش، نعمل نوادي زي اللي وليد بيتكلم عليها. احكي لنا بقى عن الكالر كامب وايه اللي انت شفتي فيه مختلف عن عن بقى السابق. طبعا يعني هي كانت تجربه يعني فعلا فريده، يعني زي ان في ناس ما نعرفش بعض قبل كده خالص، ما فيش اي علاقه، كلنا كليات مختلفه، احنا رايحين بس ان احنا حابين ان احنا نقدم شيء، نتعلم شيء جديد. اربع ايام الحمد لله الناس كانت كويسه جدا، ما كانش في اي نوع من انواع ده هو فتره الورشه. انا تعرفت على هناك برضو. جميل، تعرفنا على بعض هناك. وكانت هي ورش مختلفه، كان في ورشه مسرح وكان في ورشه كورال وكان في ورشه الحكي اللي انا كنت فيها كاريكاتير، وكان يعني برنامج اذاعي، فنون مختلفة. مش عايزين بقى ندخل في منافسات. منافسات بينا بقى. انا اللي كنت ماسك البرنامج ده كمان. طيب هنشوف. عموما احنا نتمنى دايما نشوف شبابنا متألق وناجح في كل المجالات، حتى لو كانت مجالات منافسة، بالعكس ونسيب لكم مكاننا كمان، لأن دايما التجديد واجب، والإنسان إن ما كانش في مكانه هيبدع ويغير، يبقى يسيب مكانه للي أفضل منه، وده الطبيعي ودي سنة الحياة اللي لسه في مصر ما اعترفناش بيها وما وجدناش المساحة الكافية، لأن شبابنا لازم يحل محل ناس تانية هي ليها خبرات أكبر، تتجه لمكان أفضل تعطي فيه خبراتها، ويحصل في نوع من التباديل والتوافيق الجميلة اللي ما فيهاش نوع من إن إحنا بنستغنى عن ناسنا اللي ذوي الخبرة والسن الأكبر، لا إحنا بنوجههم لمجالات أفضل ممكن يساعدوا بيها المجتمع عن عدم أحسن من الاستقرار في مكان واحد لمدة 30 40 عام بدون تقديم أي شيء. هو هي رسالة في الأول وفي الآخر، يعني أكيد. يعني إحنا نفسنا بنورس بعض، بس رسالة فاعلة تمام. مش رسالة سلبية، يعني استمرار في شيء بدون أي جدوى وبدون أي نجاح تمام. وهو ده المنطلق ليكم يا شباب، والمنطلق لجميع الأعمار، إنها تفكر في الجديد كل يوم، مش إن إحنا نفضل قاعدين على كراسينا ومبسوطين باللي إحنا بنعمله وخلاص. صح. هرجع لك يا دكتور إنجي وأقول إيه من طبعا الكامب كان فيه زي ما قلتي ورش مختلفة، إيه اللي لفت نظرك وحبيتي تدي فيه وحسيتي إنك تقدري؟ كان الحكي، كانت اول مره اسمع عن ورشه الحكي، يعني حاجه بسيطه جدا بس ما كانش فيها يعني مش فن، انا ما كنتش متوقعه ان هو فن، يعني ان حد يبقى عنده فن القاء الحكايه، ان هو يشد جمهور ويقف قدامهم ويلقي شيء يجذب انتباههم بيه. فقلت اوكي احنا عايزين، يعني انا كان في ودي ان انا اخش مسرح بس هي ما جاتش فرصه، يعني كانت الورشه اكتمل، فقلت خلاص انا هخش الحكي واشوف الدنيا ماشيه ازاي.
اتعلمنا ازاي نلقي. بس في الغالب سواء في المسرح او في الحكي انت عندك الاستعداد للعرض، اه بالظبط، عندك استعداد انك تعرضي على جمهور، هي ده ودي في كان حد ذاته تحدي. اه يعني حاجة مرتبطة تقريبا بالمسرح وبأسلوب الحكي. بالظبط، حضرتك عندك حق، وهي كانت بالنسبه لي حاجه جديده، الواحد يجرب يطلع على مسرح قدام الناس، يعني يقف، شجاعه في حد ذاتها جميل بصراحه، يعني جميل. مهاره. وقابلت ناس هناك وتعلمت بقى، عرفت كتير اكتر عن الفن دوت، مش منتشر هو الحقيقه، يعني لسه هو في بداياته في مصر، بس يعني اتمنى ان هو يبدا ينتشر، وان هو يعني تطلع منه كذا. جميل. نقطة إن أنا أبدأ هواية أو أتابعها وأمارسها بدون مرجعية أكاديمية أو علمية، ده منتشر عندنا للأسف في مصر كتير. صحيح. إن إيه هوايتك؟ أنا برسم. إيه هوايتك؟ أنا بغني. إيه هوايتك؟ أنا بالظبط، بكتب شعر بكتب أو بقول شعر. إنما خلفيتي اللي أسست للهواية دي إيه للأسف مفتقدة. انبسطت قوي يا إنجي لما قلتي لي إن اسمحي لي أرفع الألقاب طبعا على يعني راسنا من طبعا فوق يا فندم، كدكاترة يعني ومهندسين، يعني إن أنا أدور إزاي أعمل ده بطريقة جيدة وبطريقة بالظبط، صح. صح، ده اللي هيخليني أقول لبشمهندس وليد لا عادي طبعا. إيه اللي ممكن أمد بيه الهواة أكتر من إنهم مجرد إنهم يعرضوا أو يقولوا؟ هل المفروض أنا جميل إن أنا بفتح لهم المساحات، لكن إيه المفروض أعمله عشان أأسس للهواية دي صح؟ هو احنا كلنا في الاول وفي الاخر بنتعلم، تمام؟ يعني انا واحد من الناس ما كتبتش، لما جيت اكتب ما كتبتش من اول مره ولا تاني مره ولا تالت مره، لا انا كل مره بغلط وحتى الان بغلط، ولكن الفكره وفي ناس بتعدل لي وفي ناس، بس الفكره ان انا عندي القابليه ان انا اتعلم، تمام؟ يعني انا مثلا لما اجي اكتب سواء في شعر فصحى او في عاميه او في زاجل ايا كان النمط اللي انا هكتب فيه، لازم ابقى عندي اساسيات مثلا، تمام؟ لو انا مثلا اول مره اكتب، انا واحد من الناس لحد الان يعني بحس الشعر بالتذوق بالهوايه، لان انت لو ما كانش عندك تذوق وما كانش عندك حس وما كانش عندك روح انك تكتب وعندك تذوق للكلام اللي انت تقوله، يبقى انت الكلام اللي انت هتقوله دوت مجرد كلام. الشعر المفروض ان هو وصف حاله بيوصل للناس، تمام؟ فاول حاجه لازم يبقى انا عندي التذوق للكلام اللي انا عايز اقوله او الاحساس اللي انا عايز اطلعه، تمام؟ عشان اوصل لك، عشان انا اصدقك. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لو قدرت اتعلم اساسيات الكتابه في المضمون، يعني انا مثلا سواء قوافي سواء بقى تنظيم او الكلام دوت، ده انا بتعلمه بالخبره بالوقت بالممارسه، ولو لقيت حد يعلمني يعني زي ورشه عندنا مثلا، انا عن نفسي مش متخصص في حاجات معينه، في ناس معايا اكبر مني وناس عندهم خبره، انا هم اساتذتي اصلا وانا متعلم منهم، موجودين بيجوا بيشرفوني في الورشه وبداوا ينقلوا خبراتهم للولاد وليا انا شخصيا. فاحنا كجروب او عموما كمنظمات المجتمع عموما لازم نبدا نحط الاساسيات بتاعتنا. يعني انا ما ينفعش اخش مكان ما الاقيش اللي انا عايزه، يعني او بمعنى اصح اللي يبقى ملائم لرغباتي، ان انا لازم اخش مثلا مكتبه الاقيها تهويني، انا مثلا بحب الموسيقى الاقي موسيقى، بحب الكلام الاقي كلام زي ما كان انجي بيتكلم على ورشه الحكي، تمام؟ ده هو مش موجود، يعني ان محدش يتخيل او يفكر ان الحكايه او الكلام او القصه اللي انا او موقف حصل لي مع صاحبي ممكن احكيه، لا هو ممكن يتحكي وممكن اقف قدام جمهور، وصعب جدا ان انا اقوله، وصعب جدا ان انا اقول باسلوب عرض يجذب الجمهور، فده في حد ذاته شيء صعب جدا. وبالظبط نفس التاني، الحاجه التانيه طريقه القاء الشعر نفسه، انا لما باجي اقول شعر كل كلام وكل قصيده لازم يكون لها تون معين واحساس معين انت بتلقيها او بتقولها طبقا لاحساسك ليها. واحساسك دلوقتي ايه وهتقول لنا ايه؟ والله يعني اخر حاجه انا كاتبها للاسف كان بتعبر عن معاناه، يعني هي مش معاناه، هي بتعبر عن المعاناه اللي بعانيها الشاب بعد التخرج تقريبا، وبعد كده في النهايه بتبدا بتختم بحاجه امل يعني، تمام؟ فهي اسمها جايلك. جايلك جايلك وكل امل واقف على بابك، بتشحتيني هموم وترميني لسجانك، واصرخ بعلو صوتي حواليا جدرانك، واصرخ بعلو صوتي حواليا جدرانك، وامسك بقلمي وارسم احلامي على حيطانك، وانادي بصوت مسموع على اخويا اللي مات من الجوع،
والنفس اللي بات مقطوع والقلب الحزين موجوع، وحقي وحقي اللي مش مشروع، وانت علف قصورك وحوطها بالدروع. سلملي على الحقوق، سلملي على الحقوق، والعجلة اللي عايزها تدور. مش يمكن يكون اصلا العيب جوه المطور؟ الزحمة هي هي والتكدس في المرور، والعيشة لسه غالية وبنقف في الطابور، وبجامتي لسه هي هي لابسها من الكستور، ولسه قاعد في بيتنا، ولسه قاعد في بيتنا عالشغل بلف وادور. لا بعرف في السياسة ولا بفهم في الدستور. نقول تاني، الزحمة هي هي، الزحمة هي هي والتكدس في المرور، والعيشة لسه غالية وبنقف في الطابور، وبجامتي هي هي ولابسها من الكستور، ولسه قاعد في بيتنا عالشغل بلف وادور. ولسه قاعد في بيتنا عالشغل بلف وادور، لا بفهم في السياسة ولا بعرف في الدستور. يا ترى العجلة كده ممكن تدور؟ خلاص خلاص أنا مسافر، أنا مسافر، وحتى الذكرى مش فاكر، والقلب قهره على الآخر. خلاص أنا مسافر، وحتى الذكرى مش فاكر، والقلب قهره على الآخر، والكلمة بميت معنى وراح أصلها الطاهر. وخش في مكاتب مصر من الصبح لحد العصر، وفوت علينا بكرة وتعالى حتى آخر الشهر، علشان تلاقي الورقة ممضية واقفة على ختم النسر. أنا مسافر، أنا مسافر، وهرجعلك وهسمعلك وهشكيلك مواويلي وتحكيلي، وقلبي لحضنك يوديني، ما أنا برضو ابنك وروحك هي اللي تحييني. جايلك وكل الشباب جايلك، رغم كل الصعاب وكل المشكلات وكل المعاناة اللي لسه بيعانيها شبابنا، واللي لسه مهمشين، واللي لسه ما خدوش مكانهم، لكن جايين لك وقاعدين، بس مش هيسافروا، لازم يفضلوا قاعدين. بس عليك يا وليد، انت يعني كلامك، يا ترى كل الشباب بيقولوا الكلام ده يا انجي؟ مفيش بارقه امل؟ لا اكيد فيه، اكيد يعني لازم ان احنا برضو ندور، ما نستسلمش للحال اللي هو اللي احنا فيه، نحاول ان احنا نطول الامر. هو الحقيقه ساب الباب مفتوح، كلمه جاي لك دي احلى حاجه في الدنيا. بالزبط. احلى كلمه قلتها في القصيده، بالرغم ان انت يعني رصدت وقائع الحقيقه وقلت حقائق ثابته وموجوده للاسف بيعاني منها شبابنا لغايه دلوقتي، لكن كلنا جايين لها بكل طبعا. الامل وكل الطموح لبكره الأمل بمشيئه موجود، الله. ولسه احنا يعني عمرنا طول ما احنا عايشين، طول ما احنا النفس بيخرج منا لازم يبقى فيه امل. اكيد. ولكن احنا دايما الواحد لما بيعبر عن حاجه او بيشعر بيها لازم بيقولها غصب عنه، يعني ده الواحد ما بيقدرش يكتم اللي جواه او ما بيقدرش اكيد يكتم الاحاسيس اللي بيشعر بيها. لا، واذا كنا هنعبر عن كل احاسيسنا واللي بنكتمه في صدورنا بالطريقه الجميله دي، فيا ليت الكل يعبر بيها. بالزبط. لانها صدقني بتاثر قوي اكتر من حمل السلاح والمولوتوف والتظاهرات اللي بيموت فيها ناس، اللي لا تمت للسلميه باي صله. لا، الكلمه ممكن قوي تاثر وممكن تجيب نتيجه، وهو ده اللي حصل في 30 يونيو. الكلمه والوقفه السلميه هي اللي جابت كل النتائج. جميل. دكتور انجي، نرجع للحكي. نرجع للحكي اللي كنا بنقول، انه مش مجرد ان انا بقف وبعرض اللي عندي، لا ده علم. ايه اهم المبادئ اللي انت اتعلمتيها، عشان انت كمان هتحكي لنا حكايه؟ اهم المبادئ هي اولها ان الواحد ما يخافش ان هو يعبر. دي اهم حاجه. لو انت حسيت اللي انت بتقوله، لو انت فعلا اقتنعت بيه، اللي قدامك هيتشدلك وهيقتنع بيه. الصدق في الكلام. الوقفه على المسرح اساسي، هي ما يعني ما بتتعلمش، هي بتيجي بالخبره والممارسه وسنين الواحد بيقعد يعني يقف علشان في الاخر يعني يقولوا عليه فعلا ده مالي مركزه يعني. يعني مش حاسه بفن الحكي اكتر من هو
شيء جميل ان هو الواحد يشارك اراءه ويشارك مشاكله او يشارك موقف اتحط فيه مع الناس الاخرين، يمكن هم كمان ياخدوا خبرة او عزة او يبقى ليهم رأي في الموضوع، شيء انا اقتنعت بيه جدا يعني. وحكيتي حكيتي ايه؟ قولي. هي كانت يعني كان المفروض كل واحد بيعبر عن تجربة شخصية هو مر بيها. كانت تجربتي يعني الى حد ما مأساوية شوية، يعني ان هو الواحد مشكلة اتحط فيها وللأسف يعني في عنصرية في المجتمع وكده، يعني مش حابة اخش في تفاصيلها قوي لان لا ده احنا عايزين نسمع الحكاية جداً. ونشوف طريقة عرضها لان مش احنا دلوقتي بنقول ازاي اعرض افكاري، ازاي اقول اللي عندي. انت حكيتي خبرة، ما حكيتيش حاجة مكتوبة، ودي في حد ذاتها مرتبطة بالصدق ومرتبطة بالجرأة ان انت تقولي اللي عندك وما تخافيش منه، لان اول خطوة في الفشل هي الخوف. الخوف صح. والتردد والشك في قدراتي. فبدال حكيتي وحكيتي كمان حاجة من عندك، فهي في حد ذاتها بداية النجاح. فياريت تحكي لنا برضو ونسمع حتى ولو جزء، لان انا مش المفروض ان انا اقول اللي انا بحكيه مأساوي ولا كوميدي ولا انا بقول مشاعري واسيب ردود الفعل كل حسب يعني مكنونات نفسه للي انا بقوله. فاحكي لنا، احنا عايزين نسمعك بتحكي. يعني برضو مش هخش في ديتيلز لان موضوع على الاقل ورينا طريقه العرض اللي انت اتعلمتيها في 4 ايام في كالر كامب والاستفاده اللي انت استفدتيها بالظبط. يعني هي كانت مشكله اتحطت فيها كانت اختي واستغاثت بيا ان احنا مثلا ماما وبابا يعني اشغلهم بعيده وكده، فهي استغاثت بيا والواحد حس ان هو اتحط في موقف ضعف، عنصرية المجتمع تجاه ان المرأة تيجي تتصرف، هنتكلم مثلا في خلاف او خناقة او اي حاجة حصلت واحدة تيجي هي اللي تقف من غير مثلا ما يبقى في راجل في الموضوع. الواحد حس ساعتها ان هو لا يعني طب اتهزيت، طب اعمل ايه، اتصرف ازاي، فما كانش فيه غير ان انا اروح اتصرف اشوف المشكله اللي هي اتحطت فيها ايا كانت. الرد الفعل ده كان متوقع منك؟ انا اسفه كملي الحكايه، مش المفروض ان انا اقاطع. لا ابدا، هو كان متوقع مني الى حد كبير. وللاسف يعني ممكن الواحد يعيش حياته وما ياخدش باله من الموضوع ده، لكن لما يتحط فيه يقول لك لا ده انا واحده، فين الراجل اللي انا هستغيث بيه لو في حاجه كبيره. يا ريت دي حاجه في المجتمع تتغير، يعني ان هو يبقى فيه مساواه فعلا ما بين الست والراجل، يبقى لها حقوق وتحترم. فنزلت وحاولت ان انا اتصرف في الموضوع، طبعا كان وجودي لوحده غير كافي، وهنا هنيجي للحكايه الثانيه ان هي مثلا بنت صغيره في السن او كده، لا برضو دي ما ينفعش. فروحت استغثت بواحده صديقتي ومامتها، لان طبعا يعني لازم يبقى في حد كبير في الموضوع. ففي الواحد حس ساعتها عنصرية في المجتمع. لازم بس انت استعنتي بنفس الجنس، امرأة أخرى فرق فيها الخبرة، فرق فيها الخبرة وفرق فيها السن، ودي يعني فرق يعتد بيه طبعا. انما الفرق ان انا الجنس هو اللي لا يعتد بيه خالص، ومش المفروض ان احنا نكرس له في مجتمعنا. صح. انا ما سمعتش الحكايه، ولكن رغم ذلك انا استفدت. احنا عرضنا المشكله، ممكن تتعرض ليها كل بنت اكيد طبعا، او كل ست، او كل امراه عجوز بالظبط. تتعرض لنماذج موجوده في مصر وفي المجتمع، لكن النماذج دي برضو مش منتشره، يعني ما نقدرش نقول عليها كتل حرجة موجهة للمجتمع المصري، لأن في رجال محترمين جدا في مجتمعنا بيناصروا المرأة في ضعفها وفي قوتها. يا ريت يزيدوا يبقى في فعلا حركات فعالة ضد المشاكل أو المضايقات اللي الست ممكن تتعرض لها في الشارع أو المشكلة اللي هي ممكن تحط فيها، بس المجرد إن هي واحدة ست ماشية يعني. بس يعني هي العموم فكرة المجتمع نفسه هي ثقافة، تمام. احنا للاسف مش عندنا في الثقافه دي كانت موجوده يا دكتور وليد، يا باشمهندس وليد، هي كانت موجوده وكنا بنسميها زمان النخوه. ايوه بالظبط، انا بتكلم وكانت
اكبر درجات اللي ممكن يصل بيها الرجل ويقولوا ان ده وصل لاكبر درجات الرجوله، هو دفاعه عن امراه بالظبط في موقف صعب. زمان كان في دوافع ذاتيه كانت موجوده والله ومنتشره وهي لسه موجوده، لكن بس زي ما بيقولوا كده انا بتكلم الثقافه ان مشكلات زمان الزحام بتاعتنا المشاركه المجتمعيه، المشاركه المجتمعيه للمراه ما كانش زي دلوقتي، يعني ما كانش بالحجم الموجود لا دلوقتي. بالعكس. لا لا يعني كان زمان انا يعني على ايام ما يعني ما اصلا انا اساسا من قريه من الشرقيه تمام، فطبعا يعني اجدادي واهلي فعارف العيشه هناك وكده، فبينتقل لي التعبير بتاعه. فزمان يعني كان في مشاركه بس مش بنفس الحجم، الحجم الموجود دلوقتي. موجود دلوقتي. فانا يعني الفكره عندنا في مصر الثقافه في كل شيء، مش بس في التمييز بين الراجل والمرأة، لا ده هي ثقافة، يعني الثقافة دي عالمية. يعني انت لما بتمشي في ايدك ورقة بترميها في الشارع دي ثقافة، ثقافة ان انت بقى عندك ان تعرف تبقى نظيف وتعرف تهتم بنظافتك، انت نظافتك الشخصية قبل نظافة الشارع، يعني في حاجات كتير جدا، يعني انت دي حاجات بسيطة يعني ان بتتكلم فيها. لكن الثقافة عموما في كل حاجة، في كل شيء، انت لما تيجي تفتح الباب بتفتحه غلط دي ثقافة، انك تفتح باب يعني في كذا كذا مضمون. يعني انا اساسا يعني مش عارف اساسا الحاجات الصغيره اعرف الكبيره، لا انا المفروض ابدا المواطن نفسه لازم ابدا معاه من كل حاجه. انت لما بتيجي عندك انتخابات او اي ان كان بتلاقي ناس رايحه مش عارفه يعني رايحه ليه ولا ليها دعوه بايه، ده عشان هو مش عارف حاجه وما عندوش ثقافه. احنا للاسف يعني في مصر عموما في جهل وفي قله معرفه وفي يعني حتى انا يعني وسائل الاعلام نفسها هي من الناس المشاركين او مشاركه بنسبه كبيره انها تضيع الثقافه دي، لانها بقى لها اتجاهات في بعض وسائل الاعلام بقى لها اتجاهات معينه او كده، فبالتالي انت خدت الموضوع يعني بقيت جانب تاني خالص بالزبط. او نقلت الملعب تاني خالص. انت وظيفتك كمؤسسه اعلاميه ان انت توعي الناس، تهتم بالناس، تنشر الافكار الايجابيه في المجتمع، ده دورك تمام. لكن احنا بنلاقي اتجاهات تانيه وثالثه ورابعه وخامسه، فاحنا كده الموضوع بقى، فاحنا يعني اللي فوق واللي تحت، عشان اللي فوق اللي تحت يبقى صالح لازم اللي فوق ينهض. يبقى صالح وينهض. ما ينفعش يبقى انا عندي كوادر فوق هي اساسا مش ما عندهاش القيمه او المؤهلات بتاعتها، وتحت ما عنديش. هو الفكره في كده، ما هو لو انا عندي كوادر وعندي قيادات تقدر تخلي او تمشي او تخلي الشارع المصري بالجديه بتاعت الشوارع المجتمع التاني او المجتمعات الغربيه، هتلاقي الفكر والثقافه هي كل شيء، هتلاقي انتخابات، هتلاقي ناس فاهمه وناس واعيه، هتلاقي شوارع نظيفه، هتلاقي حياه كريمه، هتلاقي انت لما تبقى ماشي بعربيتك وحد بيكسر عليك بتلاقي خناقات وبتاع مجرد مكسر عليك بس بالعربيه يعني، وناس بتقتل بعض على حاجات مفيش. فهي في الاول وفي الاخر هي مضمون ثقافي، فاحنا يعني مفاهيمنا نفسنا وسلوكيات يعني لازم يحصل فيها تعديل بالظبط. بس الافراد برضو يريد يعني معلش سوري بقطعك، هو الافراد مش المؤسسه الاعلاميه بس، لازم احنا كناس نبدا بنفسينا، نوعي الناس بالظبط، نعمل حملات. هو يعني هو التغيير ان الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بانفسهم. انت عمرك ما هتتغير لو الا لو انت عندك قابليه التغيير. يعني انا كشخص عمر ما هتيجي مثلا توعيني او تقول لي حاجه وانا ما عنديش او مش مديك اهتمام، عمر ما. لكن لو انا مثلا عندي قابليه او نفسي اتغير هتلاقيني على طول استجابتي سريعه وهتلاقي مؤشراتي قدامك واضحه. جميل. اسمحوا لي اسالكم عن النموذج والمثل في حياتكم كشباب. احنا بندور على هواياتنا وبندور على تفوقنا الدراسي وبندور على حياتنا العمليه هنعمل فيها ايه. هل عندنا نماذج شابه وامثله شابه بنبص لها بنوع من التبجيل والاحترام لانهم وصلوا لنجاحات احنا عايزين نعمل زيهم؟ نماذج شابه، لا اتحدث عن النماذج والخبرات الكبيره ان احنا واجب علينا ان احنا نتعلم منهم، ولكن نماذج مننا حتى مش لازم يكون معروف اعلاميا، ولكن على المستوى المجتمع الدائره الضيقه اللي انا عايش فيها ده بتلاقوه وبتشعروا ان انتوا يعني حابين يكون لكم مثل تمشوا وتقلدوه، ولا مش فارق معاكم كشباب النقطه دي؟ هو انا بالنسبه لي الموضوع مش في الشباب، صعب ان انا الاقي يعني مثل ان انا اقول والله انا عايزه احتذي بيه. هو مش لازم يكون نموذج كامل بالظبط، لكن على الاقل تصرف او طريقه او يعني معطيات بيحطها لنفسه علشان ينجح، ده وارد بينا كشباب بنشوفه ولا روح التنافس بينا مغطيه على ده؟
لا اكيد موجود، اكيد موجود، بس يمكن مش مش بارز. مشهور او مش بارز ما انا او بقول مش اه لازم يبقى معروف بالظبط. اعلاميا، انا لان بالنسبه لي للاسف كل اللي بيصدر اعلاميا بيختال مختال اعلاميا اعلاميا بعد بالظبط. كده، كل اللي بيتحط على انه نموذج وشيء يحتذى به للاسف برضو بيحطم اعلاميا، وزي ما طلع ما نعرفش ازاي ممكن بيختفي برضو يختفي ما نعرفش ما ازاي نعرفش بالظبط. ازاي. لا يعني انا كشخص بقالي في المجتمع المدني فتره كبيره، تمام؟ ف يعني انا بالنسبه لي كشخص في المجتمع المدني بقالي فتره كبيره جدا، تمام، بتعامل مع مجموعات شبابيه. يعني اهمها في حياتي او من الناس اللي انا بحبها جدا مجموعه شباب فيروز دي في العريش، مجموعه مجتمعيه. المجموعه دي انا لما دخلتها شفت فيها كوادر كتير جدا، وشفت فيها ناس نماذج ناجحه جدا. هما عشان اقول اسماء بقول اسماء كتير جدا، فانا يعني لكن انا شفت يعني كل ناس كتير جدا اتعلمت منهم حاجات كتير. انا عمر ما في انسان بيخش مكان الا لما اتعلم منه، ولكن المكان ده انا لما دخلته اتعلمت من الناس اللي فيه حاجات كتير جدا، وشفت نماذج، وعرفت ان مصر مش بس ممكن تنجح لو الكوادر دي اتحطت في اماكن صح، او اتحطت في بوزيشنات معينه. لا، ده الناس دي ممكن تغير موازين. انا فعلا فخور ان انا اكون مشارك معاهم، او ان انا امسك معاهم جميل منصب. جميل. عموما مجرد احساسنا بان احنا نقدر نتعلم من بعض، وان نعتمد على ان بيننا نماذج وامثله يحتذى بيها في تصرف او في طريقه تعامل او في موقف، ده في حد ذاته روح جميله أكيد ارجو طبعا. انها تستمر بينكم كشباب. دكتور انجي عبد الستار محمد، اشكرك على مشاركتك معانا، ميرسي جدا حضرتك. وان شاء الله المره الجايه نعرضك مش بس كصيدلانيه ولكن كحكايه ان شاء الله. تنتقي من الخبرات ما يلائم الحكي ونقل الخبرات للآخرين. أشكرك، وإن شاء الله مهندس وليد مستمر معانا في باقي الحلقة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال حلقة اليوم بمشيئة الله. حلوة يا بلدي، بكلام ولادك وأفعال ولادك، بكلام شبابك وأفعال شبابك اللي دايما بيدور قبل مصلحته الشخصية على مصلحة بلده
ومصلحة مجتمعه. بنجدد الترحيب بحضراتكم، وبنجدد الترحيب بالمهندس وليد محمود فهمي الشاعر الجميل، وبنرحب بضيفتنا الجميلة سارة إبراهيم أحمد رسامة الكاريكاتير. أهلا بيك يا سارة. أهلا بيك. وبنكمل حديثنا عن مواهبنا الجميلة اللي ممكن نعتبرها طريق فرعي في طريقنا الأساسي اللي ماشيين فيه عشان نثبت وجودنا ونأكد مهاراتنا، لأن يتهيألي الهواية بتدينا زي ما قلنا في النص الأول من الحلقة الجرأة والشجاعة، ويا سلام كمان لو نجحنا فيها بتبقى تأكيد على قدرتنا في إن احنا نقدر ننجح في حاجات تانية بمشيئة الله. سارة، بدأنا مع وليد وإنجي قلنا لهم نبتدي منين الحكاية، فبدأوا الحكاية بعد التخرج. سارة بدأت إمتى هوايتها في رسم الكاريكاتير؟ هو انا اصلا لسه ما اتخرجتش، انا لسه في ثالثه تجاره انجلش. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك. هي البدايه بدات من السنه اللي فاتت، بس انا اصلا كنت برسم قبل كده من ايام المدرسه. وبعدين جت، انا بحب الكاريكاتير جدا، يعني هو حتى قريب من القلب. اول ما بنمسك الجورنال كده بنشوف الرسومات اللي فيه. فكنت برسم كده، فاصحابي عجبهم رسمي فبدات ارسم. كنت الاول باخد من الجورنال اقص واقعد ارسم تقليد. بعدين بدات بقى الرسم من السنه اللي فاتت، من تانية. بدات، كانت ورش تبع منظمه الوان في جامعه القاهره. بس يعني بدانا الشغل. على فكره الكاريكاتير بالذات بيعتمد ان الشخص اللي يحبه او يستهويه الكاريكاتير ويحب يعمله ان يبقى ليه عين ناقدة ويكون لاذع في نقده لما حوله، لانه هو فن تفخيم وتعظيم كل ما هو صغير لإيضاحه، سواء ده كان يعني بقى عادة غير مستحبة او مشكلة او حتى شخصية. انا في العادات السيئه دي بعد الطريقه على اصحابي. هي مش سيئه في حد ذاتها لو هتقف عند التريقه، انما ان كون ان احنا يعني طورناها بصوره جميله وحطيناها في اطار كاريكاتيري، دي في حد ذاته يعني اتجاه جميل، بحييكي عليه. هو فن تحفه، انا بحبه جدا يعني. برضو انا بنتقد زمايلي كل ما يعملوا حاجه اقوم رسمه على طول واقوم يعني موريها لهم. وبيبقى الجو العام ايه يا ساره؟ يعني في الجو العام بيبقى مرح ولا توتر كده وزعل؟ وهل بيؤثر يعني ايجابا فيهم بعد كده ان هو ياخد باله بقى من اللي هو عمله او اللي هو بيقوله، ولا بتبقى مجرد يعني موقف مرح وخلاص؟ هي بتبقى مثلا موقف عملوه معايا، فبتريق عليه، برسمهم بطريقه سخريه كده، فهم اصلا لما رسمتهم قعدوا يضحكوا جامد، ويعني كان يوم لطيف. حتى وريتها للدكتور بتاعنا قعد يضحك ضحك واتشهروا في الدفعه ساعتها. جميل جميل. انضميتي لكالور كامب النتيجة لأنهم تواجدوا في الجامعات المصرية، ولا من خبرات وزميلاتك واشتراكهم فيه؟ هو مبدئيا الورش اللي أنا اشتركت فيها الأول كانت في جامعة القاهرة. دربنا الأول أستاذ نبيل السنباطي، قعد معنا كم محاضرة، مش حوالي ثلاثة. متخصص في فن الكاريكاتير؟ لا، هو مش فنان كاريكاتير في أي جريدة ولا أي حاجة. هو مجرد بس كان في أيام الثورة كان بيرسم رسومات بينزل يعرضها في الميدان. بعد كده حضرنا مرة واحدة مع أستاذة دعاء العدل، دي بترسم فنانة كاريكاتير يعني. وبعدين ادتنا أستاذة سحر. وبعدين احنا بنعمل حفلة في جامعة القاهرة بنعرض فيها شغلنا عامة، مش شغلي أنا بس، شغل بقية الورش كلها اللي كانت شغالة معانا. بعدين بالنسبة للكامب اسكندرية، كانت اشتغلت معنا أستاذة سحر عيسى، هي بتشتغل في جريدة المصري. عملنا شغل كويس جدا، كان معنا ناس اول مره تشتغل في الكاريكاتير، بس طلعت شغل هايل جدا في خلال 3 ايام. ما شاء الله. واستاذه سحر كمان بصراحه عملت مجهود يعني اشكرها عليه جدا. احنا بنحييها وبنحيي كل اللي نقل لكم الخبره الجميله دي. هنرجع لك يا ساره وهنشوف بعض الرسوم الكاريكاتير اللي انت ابدعتي فيها، وهنتكلم مع بعض
شويه لان مجتمعنا في الوقت الحالي في احتياج كبير قوي للرسوم دي اللي بتوضح يعني بتغير هي وهتغير بمشيئه الله بمشيئه الله. وهرجع للبشمهندس وليد واقول هيسمعنا ايه شعرا. طيب بما ان القصيده الاولى كان يعني بتوضح المعاناه اللي بيعانيها الشباب هنبقى هي وجعه القلب الحقيقه. القصيده الثانيه هيبقى فيها امل شويه يا رب يا رب. هنقول ولسه بحلم ولسه بحلم بحلم بحلم. عارفين بحلم ايه؟ ايه ولسه بحلم بالتغيير، بحلم في كوني ساعة سكوني وقلبي مليان بالخير، رميت بألمي ونسيت ظنوني لأن أملي في بكرة كبير، هرفع شعاري وهاخد قراري وهقول كلام جوايا كتير، راكب سفينة راكب سفينة تمشي في ودينة توصل لرسالتي لأبعد مدينة، أرسم حمامة ولا يمامة ولا نظرة في ابتسامة ولا معنى للكرامة ولا صورة من الشهامة ولا جندي واقف بدرعه بيدعي بالسلامة، اللي مات وهي حلم واللي صاحي عايش في همه واللي كاتم جوه منه واللي ساكت غصب عنه واللي لسه بينزف في دمه، كان حلمه لسه بيبتدي والعرس لسه بيتملي والفرح لسه ما انتهاش، وما يهمش مين اللي عاش ومين نزل وما استناش، من قال ان حبك بهدلة، من قال ان حبك بهدلة، من قال ان عشقك يسحر قلوب، ده انا كنت ماشي في الفضا ومسلم للمكتوب، ده انا لسه بعشق ضحكتك بعشق كلامك رقتك بعشق صلاتي في وحدتك وادي رسالتي لجنتك يمكن تفوقي من غفلتك، لسه بعشق ضحكتك بس مع الاستمرار في الحلم عايزين الاحلام تبقى واقع. في عشق في حب لكن كمان في شباب في قلوبهم غل والغل ده بيخرجوه بصورة سلبية ملقوش حد يقول لهم ان كل شيء قابل للتغيير، مفيش ثوابت، حتى الحقائق العلمية دلوقتي بقت متغيرة، ما بقاش في حاجة اسمها حقيقة ثابتة او واقع ثابت، كل شيء متغير، بدل ما عانيتش وتعبت عشان استمر في اللي انا فيه وعملت اللي عليا قدام ربنا سبحانه وتعالى واتقيته عشان استمر في اللي انا فيه، يبقى راجع نفسي بالظبط واخرج غلي في اللي ضيعوني واللي كانوا هيضيعوا بلدي بان انا اغيرهم واشيلهم من عقلي وفكري، مش ان انا ارمي غلي وكرهي على بلدي. حالة موجودة في مجتمعنا واكيد انتوا بتشوفوها وبتعاصروها داخل مجتمع الجامعة وحالات اخرى كتيرة يا سارة صح؟ ممكن نعبر عليها بطريقة فنية جميلة وهو فن الكاريكاتير. تطرقتي للامور دي ولا كل اتجاهاتك شخصية ومرحة وقريبة ممن حولك، ولا خرجتي وفتحتي الباب للي موجود في مجتمعنا في الوقت الحالي بكل اللي فيه مش بس اللي أنا ذكرته؟ لا أنا برسم برضو في السياسة ورسمت حاجات عن الدراسة، برسم مشاكل بنعيشها أو بعيشها أنا ويعني زمايلي وكده. إحنا معانا رسومات جميله ان شاء الله، بس طبعا احنا يمكن اللي مكتوب مش واضح شويه، ساره بعد اذنك تقريه لنا. هي دي انا كنت بتريق على مرسي لما كان بيقول انا هفعل وسافعل وسوف افعل وقال افعل كتير. لا والصباع باين الحقيقه يعني. هي دي كانت اول شغل ليا بتاع جامعه القاهره. يا ريت تغير. معانا صور تانية لساره هنعرضها. يعني واضح انك خرجتي فتحتي الباب وخرجتي يا سارة، مش مجرد مواقف شخصية لا هو الكاريكاتير اصلا شيء جميل جدا يعني. بس انا عشان نلحق الصور ون هي اللي فاتت دي كنت بتكلم عن صعوبة الامتحانات، ان هو اول ما شاف ورقة الامتحان دي كنت بناقش مشكلة الزواج دي. كنا بنقول ايه يا ترى؟ هي المفروض الاب في صورة عسكري وده العريس متبهدل فبيقول له انت لسه عليك مصاريف ومش عارف ايه وماسك له
نوتة كده وعمال يسجله، زي يعني هو عسكري مرور المفروض عمال يكتب له زي ما بيكتبوا وبنشوف في الشارع للأسف. أيوة. بس في الوقت الحالي الحقيقة هي دي حيلتهم، ما عندهمش حاجة تانية يعملوها. وبالنسبة للصورة دي هي دي الطالب مطحون في النص بين الدكاترة والجامعة، يعني هي دي آخره. هي دي حملة ليلة التحرش. هي بصراحة الرسمة دي مش بتاعتي، يعني هي مش فكرتي، بس احنا كنا ما كانش عندي ساعتها افكار عن التحرش، فدي رسمتها علشان الحفلة وكده. وهنا دي كانت بدون تعليق، يعني كنت برسم حاجة عن الفقر. هي كان في مشروع فنان بتاع جامعة القاهرة، ده كنا بنناقش 3 مواضيع: الفقر والزواج واللا أخلاقيات. وطبعا كنا بنرسم في السياسة وكده، بس دول الـ3 مواضيع الأساسيين اللي كنا بنناقشهم. بتعرضوهم بنعرضهم في الحفل. جميل. معانا صور تانية، هنرجع للصورة اللي بعد دي. هستأذنكم نعيد الصور تاني، لأن في صور تانية احنا معلقناش عليها عشان نستعرض فيها موهبة سارة الجميلة. الزواج واللاأخلاقيات. اللاأخلاقيات أشكركم، أشكرك مخرجتنا الجميلة مروة صبحي. معانا ده بدون تعليق، ده أكيد برضو عن الفقر. دي كان بيقول له اوعى تكون انت اللي حطيت صباعك جوه البلد. ده الطالب يا عيني بعد ما شاف ورقة الأسئلة. حالنا بالظبط جوه اللجنة، الدكاترة بيعاقبونا جوه. رسوم جميلة ومعبرة. تفتكري يا سارة تترك الأثر المطلوب؟ احنا دلوقتي بنمارس هواية، بس اكيد وراها هدف، يعني مش مجرد ان انا اثبت انا اتقنت الموضوع، لكن ابتديت بقى اتجه ان انا عايز اغير، عايز اعمل حاجة ولو من خلال رسومات، ومش ولو دي استضعاف، لان الكاريكاتير ده ليه اثر قوي جدا وفاعل. يعني ناجي العالي اصلا اختيله، ما قل ودل. اتفضلي. ناجي العالي اختيله اصلا بسبب رسوماته، يعني هو كان بيحارب الاحتلال برسوماته، ففي التاريخ اختلوه اخر ما تعبوا منه. فانا شايفه ان احنا مش لازم نعبر بننزل نعتصم ونكسر ونخرب. ليه ما نعبرش عن اللي جوانا برسمه ننتقد بيها النظام؟ طب كده احنا كده برضو على فكره بننتقد بطريقه حضاريه، بدل ما نقعد نخرب ونعمل. انا شايفه برضو ان قد يقال ان الشعب المصري ما بياخدش باله من الحاجات دي وما بيتاثرش فيه، وان الملطوف والخرطوش والرصاص الحي والقنابل البدائيه وغير البدائيه دي اللي هتغير، تخلي المصريين يحسوا ويشعروا بالموضوع. في الاول وفي الاخر يعني أو في الاخر مسؤوليه. بمعنى ايه؟ انا كشخص في المجتمع ليه عليا حقوق، يعني ليه حقوق وعليا واجبات. فانا كشخص ليه حاسس بمسؤوليتي، يعني انا ما ينفعش ان انا كل ممتلكات الدوله دي المفروض انا دي ملكي انا، تمام؟ فما ينفعش ان انا اخرب فيها، ولا لان انا اللي شغال فيها مين؟ ووالدي ووالدك ومامتي ومامتك، يعني العيله. هتلاقي نفسك يعني مصدر رزقكم او مصدر المجتمع الداخلي بتاعك هيكون من المؤسسات دي، فانا اروح اخرب فيها واحرقها؟ ما ينفعش، تمام؟ يعني ايا كان مين اللي ماسك وايا كان مين اللي موجود، انا اغير بصوره ثانيه. يعني التغيير مش هيجي بالملطوف ولا الرصاص ولا الكلام ده. عمر ما في تغيير، عمر ما كان في تغيير بالدم، تمام؟ الدم عمره ما هيغير ولا هيفرق، تمام؟ بالعكس، يعني هو العنف اللي ولد له العنف. لكن انا بتكلم ان يعني الكاريكاتير والشعر بس للاسف والرسوم. الشعب المصري مش عنيف بطبعه، لا، وهيبقى ضحيه. احنا شعبنا مش من النوع اللي بيرد العنف بالعنف، بدليل انه طوال الفتره اللي احنا تعرضنا فيها للمشاكل دي ما شفناش اي حاجه من الشعب المصري، بالعكس هو ضحيه وعمره ما بيواجه العنف بالعنف للأسف. وكان في نوع من التخوف والتردد لدى التنفيذيين في مواجهة العنف بالعنف، لأن هم طبيعتهم زي طبيعة الشعب المصري بالزبط. مش عايزين عنف. كان في تردد وفي تشكك، لكن نرجو أن الأمور ترجع لنصابها قريبا بمشيئة الله. سارة معانا مجموعة صور تانية، أرجو أن أنت برضو تعلقي لنا عليها. هي دي صور رسمتها في كامب بتاع اسكندرية. الرسمة دي كنت بتكلم فيها عن تأجيل الدراسة. فهو بيقول له ما تيجي نفجر لنا الكنيستين كده ولا حاجة، يمكن يأجلوا لنا كمان الدراسة أسبوع. يعني احنا لسه بنتكلم يا سارة. جميل جميل.
دي كنت بناقش مشكلة هما المترو. هيفرحوا قوي بالكاريكاتير ده يا سارة. كنت بناقش مشكلة المترو قد ايه هو زحمة، هي داخلة شوية في السياسة، ان هو بيقول لمراته ما تخافيش، انا لابس الخوذة والدرع، مش رايح مظاهرة، انا رايح اركب المترو. يا عيني فهي واخدة عليك، اتجاهين يعني. يا عيني عليك يا مصري. ماما تحون. دي انا كنت بتريق على الكامب بتاعنا، وهنا يعني حتى هم ما اعتقدوش. كنت هنا هو بيتخيل ان هو عايز ياكل فراخ، فالصورة التانية مفروض بيقول له مكرونة يا حلو، هتاكل برضه مكرونة. بس الرزمة دي كنت بتريق على واحد زميلي في الكامب، استفزني الصبح واحنا في الباص. بس بتقولي له ايه؟ هو بيقول، هو اللي كان بيقول انا هعذبكم واطفي السجاير في صوابع رجليكم. جميل جميل ان احنا ننتقد اللي حوالينا برغبة في التحسين والتطوير، ورغبة في المرح، لان المرح مش عيب والضحك مش عيب. احنا معانا صورة تانية يا سارة. هي دي كنت بتريق على مسؤول الورشة بتاعتنا. تمام. كل ما اسأل عليه الصبح، ربنا يستر تنتهي الحلقة دي بتجيب تريقة. كل ما اسأل عليه الصبح علشان نبتدي الادوات يعني كنا شايلينها معاه، ففين؟ نايم. كل ما اسأل عليه نايم، فرحت بقى رسمت له صورة، قلت لازم احط يعني لازم اختمها. لا احنا عايزين نخلص الحلقة دي بسرعة قبل ما يترسم لنا كاريكاتير يا جماعة، لان واضح ان سارة لمحة جدا، رسوماتك متقنة، يعني انا ما شعرتش ان انت مبتدئة. واضح يعني، واضح اللي عايزين يتقال واضح من الرسومات. هو بس في تطور اكيد بين الشغل الاول في الافكار والشغل الثاني يعني، فاكيد كل مع الوقت بيبقى في خبرة اكيد. جميل. سارة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة جامعة حلوان ورسامة الكاريكاتير، ونرجو إنك تستمري فيه لأن ما شاء الله عليكي. هو إحنا بس جميل. إحنا دلوقتي بنشتغل مع أستاذة سحر، إن إحنا بإذن الله هنبتدي شغل ورش في جامعة القاهرة، بننظمها علشان في خلال آخر هنقعد شهرين أو شهرين، هنقعد نرسم فيهم إحنا، وهيبقى معانا ناس كتير بعد ما نعمل دعاية في جامعة القاهرة والجامعات التانية. هنستمر هنعرض معاكم. هنعرض شغلنا وهنتابعكم، وهتجولنا تاني عشان نعرض اعمالكم الجميلة، لان واضح انها متجددة ومتغيرة، وهو ده المفروض يكون حال كل حاجة في مصر، التجدد والتغيير. الشاعر وليد محمود فهمي، اسمح لي اشكرك، وفي نفس الوقت انا هختم حلقتي مع مشاهدينا الكرام، أشكرهم على متابعتهم حلقتنا مع الشباب الجميل ده، وأتمنى مقابلتهم في حلقات قادمة من شباب وآراء بمشيئة الله. وهنختم الحلقة على صوتك وانت بتقول لسه بحلم، لأن احنا عايزين نغير الحلم لواقع. تفضل يا وليد. ولسه بحلم بالتغيير، بحلم في كوني ساعة سكوني وقلبي مليان بالخير. رميت بقلمي ونسيت ظنوني، لأن أملي في بكرة كبير. هرفع شعاري وهاخد قراري وهقول كلام جوايا كتير. راكب سفينة تمشي في ودينا، توصل رسالتي لأبعد مدينة. أرسم حمامة ولا يمامة، ولا نظرة في ابتسامة، ولا معنى للكرامة، ولا جندي واقف في درعه بيدعي بالسلامة. اللي مات ويا حلمه، واللي صاحي عايش في همه، واللي كاتم جواه منه، واللي ساكت غصب عنه، واللي لسه بينزف في دمه. كان حلمه لسه بيبتدي، والفرح لسه بيتملي، والعرس لسه ما انتهاش، وما يهمش مين اللي عاش ومين نزل وما استناش. من قال ان حبك بهدلة؟ من قال ان عشقك يسحر قلوب؟ ده انا كنت ماشي في الفضا ومسلم للمكتوب. انا لسه بعشق ضحكتك، بعشق كلامك رقتك، بعشق صلاتك وحدتك، وادي رسالتي لجنتك، يمكن تفوقي من غفلتك.